مشاهدينا برحب بيكم في فقرة جديدة من فقراتنا. النهاردة فقرتنا بعنوان السعادة، السعادة اللي قرر مشروع السعادة انه يقدمها للأطفال وانه يقوم بدور مهم جدا في تنمية المجتمع من خلال الألوان، من خلال التنمية عن طريق ورش الحكي والرسم وحاجات كتيرة جدا جدا. مشروع السعادة فكرة أسسها مجموعة من الشباب، قرروا ان هم ينزلوا اماكن كتيره جدا جدا في مصر، محافظات مختلفه، ويلونوا الاماكن دي علشان يحققوا السعاده من خلال اللون، من خلال ان عينينا تشوف حاجه حلوه، حاجه مختلفه، تشوف منظر جميل. النهارده احنا موجودين في قريه البحاروه في العياط، وتحديدا في يعني احدى المدارس في القريه، ومشروع السعاده قرروا ان هم يتعاونوا مع جهات كتير ويكون في شباب كتير جدا جدا متطوعين علشان يلونوا المدرسه، علشان يقضوا يوم كامل مع الاطفال من خلال ورش حكي ورسم وموزايك وحاجات كتيره جدا. طبعا يعني الاطفال كانوا موجودين من الصبح، ويعني الورش انتهت، واحنا دلوقتي بعد ما ورش يعني الاطفال انتهت وفي مرحله بقى التلوين وطبعا دهان المدرسه من بره وكمان الفصول وفناء المدرسه. خلونا كده نبدا ونرحب بضيوفنا اللي احنا سعداء الحقيقه ان احنا معاهم النهارده، واللي هم قرروا يسعدوا الاطفال ويسعدوا كل الناس اللي موجودين. نرحب طبعا بهاشم. يا هاشم منورنا. هاشم طبعا مؤسس مشروع السعاده، اهلا بيك. وكمان معانا حسين من اللي قدموا ورش عمل للاطفال، اهلا بيك يا حسين. ومعانا فريده من مشروع السعاده، اهلا بيك يا فريده. كمان معانا ندى من المتطوعات اللي قررت تيجي النهارده وتلون برده في اليوم الجميل ده، اهلا بيكي يا ندى. وسلمى مسؤوله العلاقات العامه في مشروع السعاده، اهلا بيكي يا سلمى. وليلى هي الديزاينر او مصممه بقى يعني الخطه اللي هيتم بيها تلوين المدرسه النهارده، اهلا بيكي يا ليلى. اهلا بيكي. طيب هاشم خلينا نبدا معاك، وطبعا احنا عايزين نقول لكل مشاهدينا انه انت وسلمى كنتوا ضيوفنا في استوديو دي ام سي في السفيره عزيزه، واتكلمنا عن مشروع السعاده، واحنا النهارده قررنا بقى نيجي معاكم وننزل على ارض الواقع. فتعالى كده نفكر الناس سريعا ايه هو مشروع السعاده. مشروع السعاده باختصار هو مشروع بيدي بيرجع شخصيه الاماكن الشعبيه في مصر من خلال الالوان، وبنحاول نساعد الاماكن الشعبيه او الاماكن اللي حدش عارف عنها حاجه قوي حوالين مصر من خلال برضو الالوان، ان احنا بنعمل الحاجتين دول الحاجات الاساسيين. والنهارده الموضوع مختلف شويه، ان احنا جينا لمدرسه في العياط وعندنا زي شركه معانا كتار جدا بيعملوا النهارده التصميم مع مشروع السعاده. وهما هيكلموا احسن برضو التصميم بيتكلم عن ايه اكتر. طيب نروح بقى لسلمى. سلمى انت مسؤوله العلاقات العامه في مشروع السعاده، فكلمينا اكتر ازاي قدرتوا تجمعوا بقى كل الشباب، شباب متطوعين او المصممين او كل الناس اللي شاركت النهارده في اليوم ده. هو في الحقيقه يعني في ناس كتير لما احنا بنفكر في كل مشروع بنشوف هو محتاج ايه، فمثلا جينا هنا شفنا ان احنا مثلا محتاجين مراجيح للاطفال او حاجات عشان ان الاطفال يقعدوا فيها او هكذا، فاحنا بنشوف مين الناس اللي بتوفر الحاجات دي وان احنا نعمل معاهم شراكه عشان يجوا يحطوها في المدرسه ويساعدوا يكونوا شركائنا في التطوير. يعني كمتطوعين عامه احنا خلال السنين اللي فاتت بقالنا سنين كل شويه في متطوعين بيزيدوا بيبقوا عايزين يساعدونا، بيجوا من كل حته، في ناس كانت بتيجي من اسكندريه مخصوص عشان تيجي معانا مشروع وهكذا، بيبقوا عايزين يجوا معانا يدوا ورش للاطفال عشان يساعدوا في التطوير الكامل، ما يبقاش بس الموضوع ان انا جاي ابيض كمان بس وكده، لا انا ادخل الاطفال في الموضوع معانا. فدي بتكون حاجه طبعا تحفه يعني طبعا كتير. ان الاطفال بيشاركوا هم بالزبط. كمان في ورش وبيتعلموا حاجات جديده. بالظبط بالظبط كده. جميل. سلمى يعني قولي لي بقى فكره انه تنظمي ايفنت زي ده او يوم زي ده تاخد منك وقت قد ايه، والموضوع سهل ولا صعب؟ لا هو صعب جدا. ايوه هاشم طبعا طبعا عارف سلمى بتعمل ايه، واضح بتتعب قد ايه. احنا 50 بني ادم يعني في مشروع السعاده ومتقسمين تيمز مختلفة، ففي جزء ناس بتركز على التنفيذ، جزء ناس بتركز على الاتش ار، عندنا في ناس شغالة على السوشيال ميديا، ناس شغالة على الميديا، يعني وناس كتيرة بقى لها سنين معانا، يعني منهم منا معانا هنا دلوقتي وفي كريم وكوش، ناس كتير قوي. فاحنا بقى لنا سنين يعني، وناس 50 واحد ده برضو مش عدد قليل، بس طبعا
التنظيم نفسه بيكون صعب جدا، لان احنا بنقعد شهر او شهرين او اكتر حسب المشروع بنبقى بننظم بس. وطبعا عشان نلاقي الشركاء وييجوا يساعدونا وهكذا ده بيحتاج وقت كتير. لا واضح ان انت بتتعبي قوي يا سلمى، عشان كده هاشم ايه ضحك قوي قوي. كله عشان يعني الهدف نفسه بيخلينا كلنا عايزين نعمل ده. ان انتوا طبعا تفرحوا الاطفال او بالزبط. تفرحوا حتى لو بتعملوا في مكان تاني في قريه تانية تبقوا بتفرحوا الناس اللي فيها وبتبقوا بتنشروا السعاده يعني زي ما بنقول. بالظبط كده. اوكي هايل يا سلمى. طيب خلينا كمان نروح لفريده. فريده بقى احكي لي انت في مشروع السعاده من امتى وايه اللي خلاكي تقرري تشاركي يعني في عمل زي ده؟ انا في مشروع السعاده من سنتين. الاول انا سمعت عنهم من فيسبوك يعني شفت صورهم بالصدفه، ومن ساعتها وانا كنت ببعت لهم كل يوم على انستغرام على فيسبوك على كل الاكونتس بتاعتهم كنت بقدر ابعت لهم. بيردوا ولا ايه فريده؟ كنت بقدر ابعت لهم ان انا اي ونت تو جوين ومش عارفه ايه ان انا عايزه ادخل معاهم وعايزه افهم اكتر هم بيعملوا ايه. كانوا بيقولوا لي لما نبقى هنكبر التيم اكتر هنقول لك مش هننزل. اول ما نزلوا بعديها بشهر رحت طبعا الميتنج مصممه يا هاشم. رحت ودلوقتي انا اصغر ممبر في مشروع سعاده. اوكي طيب ايه رايك يعني ايه رايك في كل بقى الايفنتس اللي ممكن تكوني شاركتي فيها؟ انت بقالك سنتين، التطور اللي من ايفنت لايفنت يعني احكي لي كده شايفاه ازاي؟ بالنسبه لي انا ان اكتر حاجه فعلا انا بحس ان احنا بنتعلمها او انا بالنسبه لي بتعلمها هي المسؤوليه. المسؤوليه ان هو ان احنا هنطلع ده احسن حاجه، هنطلع ان الناس فعلا تبقى فرحانه مش مجرد رايحين نلون وخلاص الناس تتكلم علينا دول بيلونوا، لا ان الموضوع فعلا يكون بيأثر، مجرد الموضوع مش مجرد ايه الوان. اوكي جميل. حسين بقى ويعني حسين النهارده عمل ورشه موزايك للاطفال. فتحكي لنا كده يعني احكي لنا شويه يعني حسين عن الموزايك وازاي ممكن نستخدمه في ان الاطفال يبقوا حاسين بسعاده وهما بيعملوه. هو ورشه العمل انا بعمل حاجه اسمها كيكس ورشه عمل. ورشه عمل بتساعدهم على الابداع وبتساعدهم ان هم يعرفوا الالوان ويعرفوا ازاي يتعاونوا مع بعض ان هم يطلعوا في الاخر موزايك. اللي انا بعمله بستخدم موزايك. فبينقلوا رسمه انا عاملها على الكمبيوتر بينقلوها بتتعمل وبتتعلق عندهم في المدرسه وفي الفصول. اوكي فهي حاجه في الاخر هم عاملينها بنفسهم وبيجوا مثلا المدرسه يقولوا ده احنا اللي عاملينها كلنا مع بعض. فبتحسهم على التعاون والابداع برضه في نفس الوقت. العمل الجماعي والعمل الجماعي وكل ده طبعا اكيد. طيب نروح لندى. ندى يعني متطوعه في مشروع السعاده وعايزاكي بقى تحكي لي كده عرفتي ازاي عن مشروع السعاده وتطوعتي معاهم ليه؟ انا شخصيا عارفه مشروع السعاده بقالي كذا سنه من السوشيال ميديا وصورهم واصحابي موجودين. واحنا كشركه دايما مؤمنين انه التطوير او دلوقتي مستقبل في تطوير التعليم. بس مشروع السعاده عندهم ادج مختلف انه هو التطوير ده يعني ثرو او خلال يعني كذا اسبيكت مختلف سواء مناهج او البيئه المحيطه بالاطفال. فمشروع السعاده دايما مركزين مع الورش والحاجات اللي بيعملوها. اول حاجه انا كلمت سلمى وقعدت تشرح لي اكتر. تقريبا نقلنا اكتر مشروع قريب وجينا هنا على طول عياط وكنا حابين موضوع مختلف كمان يعني ريفي مختلف وجميل ويعني اكيد انت حسيتي فيه بالفرق يعني. طبعا فحبينا نشارك علشان عجبنا موضوع انه الطاقه الايجابيه. هو مشروع السعاده بالنسبه لنا مشروع بهجه. فالطاقه الايجابيه بتفرق مع الاطفال حتى في التعليم ايا كان المناهج وكده اللي معاهم يعني. ايوه طبعا اكيد. طيب نروح لليلى. يا ليلى عايزاكي بقى تحكي لي عن الديزاين وفكره التصميم المختلف اللي يعني انتوا فكرتوا فيها والالوان قد ايه اختيارها بيفرق. طيب مبدئيا هو الديزاين بيمثل فكرة النمو الذهني اللي الطفل بيطوره عن طريق التعليم. فلما جينا نفكر ازاي انا ونور وليلى قعدنا نفكر ازاي ممكن نمثل ده استنتجنا اشكال من شكل المربع. فاشكال زي دي الاشكال اللي احنا بنبدا بيها من الاكستيريور من بره. والاشكال دي بتبين قد ايه المرحله في الاول لما الطفل بيكون لسه مش متعلم قوي او مش مدرك حاجات يعني بيتعرض لها لما بيتعلم في المدرسه. وبعد كده لما بنيجي نمشي في المدرسه على الحيطان الاشكال نفسها بتبتدي تكبر بتشكل بلوكس بالوان مختلفه. الوان كلها بتخلي الطفل يبقى عنده نشاط وعايز يتعلم.
بالنسبه للرسومات احنا برضو احنا عملنا رسومات للطفل ان هي تبقى ريليتبل اكتر ليه. رسومات من العياط زي البطه الحيوان دايما بيشوفوه هنا او هتلاقي فيه اشجار كتيره. تمام. وعشان برضو نبين فكره النمو احنا بدانا الرسمه من الحيطه الاولى برسمه بدوريه، والدوريه دي كل لما بتكبر بتبقى في الاخر شكلها الشمس. وكل لما الدورية بتكبر وفي الآخر بتتكون تبقى شمس، الوردة برضو بتكبر على الحيطة كلها. هايل. انتوا يعني بتحاولوا تجمعوا ما بين طبيعة المجتمع هنا القرية وكمان انه تنشروا الثقافة للطفل انه يعرف ان في آثار مصرية ومعالم مصرية مهمة، وبين الألوان اللي ممكن تبقى يعني مبهجة بالنسبة له، فدي حاجة حلوة جدا جدا. بالتوفيق، ويعني تسعدونا دايما يا هاشم. عايز اشكرك والله، انت على طول واقفه جنبنا وفي ظهرنا كده على طول معانا. ربنا يخليك انتوا يعني الرائعين ومبدعين، ويا رب كده بالتوفيق دايما. انا بشكركم يا شباب وبجد نورتونا. النهارده كنا موجودين معاكم من قرية البحروة في العياط، وكنا مع مشروع السعادة بنلون مدرسة. المدرسة دي الهدف انه تبقى حاجة مبهجة للأطفال، يبقوا هم بيروحوا مدرستهم يبقوا حاسين بالسعادة، يبقوا حاسين بالبهجة، وفي نفس الوقت ما يبقوش حاسين ان هم ناقصهم حاجة او ناقصهم ان مدرستهم تبقى شكلها حلو. الحقيقة اللي هم بيعملوه انه المدرسة تبقى فيها ألوان، الألوان دي نبع من ثقافة المجتمع وطبيعة المجتمع، وبما اننا النهاردة في مكان ريفي فكان هدفهم ان المدرسة تبقى واخدة الطابع ده في الألوان اللي هم قرروا يلونوها للمدرسة عشان ينشروا السعادة. واللي احنا عايزين نقوله ان الهدف مش بس التلوين او انه نروح ونلون ونبقى موجودين يعني في مكان وفي احتفالية في يوم، لكن الهدف ان السعادة تكون اسلوب حياة. نحاول كلنا على قد ما نقدر ولو بحاجة بسيطة نسعد بعض، مش بس نسعد نفسنا او نسعد اللي حوالينا، لا، المهم ان احنا كمان نكون بنشارك ولينا دور ايجابي زي ما عملنا كده النهاردة، ونزلنا ولولنا المدرسة مع الاطفال وشاركنا معاهم في كل الفعاليات الخاصة بيهم النهاردة. انه ده يبقى طريقتنا ودي تبقى يعني طبيعتنا واسلوبنا في الحياة، ان احنا كل ما نقدر نسعد غيرنا نحاول اننا نعمل كده ولو حتى بحاجة بسيطة، ولو حتى ده هيخلينا نروح اماكن ممكن تكون بعيدة علينا، ممكن نكون هنتعب فيها، هنبذل مجهود كبير عشان نوصل لها، لكن اكيد الواحد لما بيسعد غيره بيحس هو كمان بسعادة يمكن حتى اكبر واكتر من غيره اللي هو قام بإسعاده. فيا رب تبقى السعادة أسلوب حياة، تبقى السعادة دي هدفنا سواء لنفسنا أو لغيرنا أو حتى لمجتمعنا الكبير، ويا رب كلنا نعيش ونفضل كده دايما في سعادة.